وإلى المؤتمرات الانتخابية الداعمة لمرشحي تحالف عزم في الأنبار. فخلال تجمع في ديوان الشيخ خضر خلف ربيع، أعلن وجهاء وشيوخ فخذ السعد عشيرة البوحسن من قبيلة الكرابلة دعمهم للشيخ علاء الكربولي. وأكد شيوخ فخذ السعد أن الشيخ علاء الكربولي المرشح عن الدائرة الرابعة في الأنبار وصاحب التسلسل 35 خيارهم في الانتخابات المقبلة، مشددين على أن الشيخ علاء الكربولي له مواقف مشرفة وداعمة لنهضة المنطقة الغربية. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن شيوخ ووجهاء وأعيان فخذ السعد عشيرة البحسن قبيلة الكرابلة. نحن المجتمعون والحاضرون في يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 نعلن تأييدنا ودعمنا لمرشح حزب الحل عن الدائرة الانتخابية الرابعة تسلسل 35 الشيخ علاء ناصر دلي الكربولي، والله ولي التوفيق. البارحة يعني من أطب بأي مكان بغداد أشوف الصور مال الحج محمد، والله يعني ما تصور الفرحة اللي أشوفها بها اسمه محمد الكربولي. اليوم حيفا وبالمنصور وبالرواد كلية تشوف الصور مال الحج محمد، والله يزيدنا فخر كلية بين اسمه الحمد لله تاج على رسته كليتنا، وإن شاء الله كل الجهود الطيبة ما يقول بهم الخير والبركة ان شاء الله. احنا هذا الشرف لنا ولكم والشرف لكل كربولي ان شاء الله ان يفتخر ويرفع راسه بين الشعوب وبين القبائل وبين العشائر وبين كل المحافظات، وان شاء الله نكون سند لكم والجميع اهلنا وعمامنا خير، وان شاء الله بيكم وجايكم.